الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. أي منافق، أنت منافق، أنت بمنخرين أنت. ما تخلص يا قال، إحنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا إيه؟ خلص. ما ترمي من الطلقة يا والي. الله، مش هطلع هذا يا جدعان، يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا أنت بوعك ده. في شرع مين ده؟ ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت، لا مؤاخذه دراعك بس يا جنب المامور، لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تشتغلش. طلع. ربنا يتقبلنا يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع. مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا، بس برضك اني ايوه. انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولا. قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنت حسان طالق مني. ربنا يتقبل لك يا عم محمد. يا بلد يا بلد يا بلد يا بلد. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خد من الحياة. ربنا يكفر وش مكانه وينصرف يا حسب الله ونعم الوكيل فيك. دي كاسه شطارك يا بنتي يا قاضي. ايه ماني لازمه نقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك؟ تحصلي بيه؟ عشب ابليس في الجنه. اخصى عليكي. بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكم كده على بعض. بقول لك يا بنتي يا فتحيه، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي، بقطع بيت شجر. ايه؟ طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعين. او النبي يا بنتي يا فتحيه، لحسن انا خايفه ابوه. يوه، صعبتي عليا يا بنتي. انتي وهي هكلبه لكم، بس على شرط يكون شبهه، كلامه سكر شهد مكرر. ايوه، ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه، اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت الفتاة. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس، انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه؟ كف الله الشر. انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليلة الدخلة؟ امبارح كنت تحليلي، انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليبي. العمدة طلعني منك يا حبيبي. طلعتني؟ أنا قلت حتى تهدي بالسلاح. يا لهوي عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بالقوارب؟ يا لهوي يا بشبتك يا فتحية، يا فضحتك يا بنتي يا فتحية. والله أنا وافقت بس كده، يعني نستنى بس، وافقت عشان هو، عشان أفكر بعد كده هعمل إيه. إنما أنا مش هسكت، والمصعب ده هسكت بقى. انا هوقع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعه واسد الترعه، وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وش يا حمزه ووريني شكلك عامل ازاي. يا ولد تعالى، انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على بتاع العيش. ايه؟ لا غور. يلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي اللي حطيتك بالطوب. يلا يا مجنون غور. يلا يا مجنون يا قمر. ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخشي جوه. اخش فين يا عبد؟ خشي جوه، معلطي نفسك كده وجهزي ها، وتغندري
وجهازي لليلة بتاعتك دي ليلتك. ليلتي يا عروسة. يا عروسة. يا لهوي. بس يا قمر. قمر يا ناس قمر. قمر. البت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجالة. يطلقكم مراتك بالقوة. حق بطردة وسمعودي. طب ايه يا عم الحاجة وانت كنت شوية مقضيها لي الغاز. اللي بتطردودة وحلقودة. أنا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ أنا عارف شكل شيخ البلد. أنا لسه جاي من الكفار وعارف أشكالهم عاملين إزاي. ده شكل الكفار. ده هيترمي في النار بماشا. ماشا. دي حاجة ما يتسكتش عليها أبدا يا رجالة. طب وهنعمل إيه يا إخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافية؟ لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم هفرقه عن العمدة ده. هخلي وجه الأرض كله يتفرج عليه ويبقى مرناطة كده في قلب الأرض. هتشوفه. هتعمل إيه يا سعيد؟ اللي هعمل إيه؟ انت هتشوف الليمب هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيدة زينة وانزل على البرتيتة بتاعتي. الواد سعيد نجنة وحسن ابو خد كبير. ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليمب. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحل اللي عشان خاطر اروح فيه للسيدة زينة. يا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعة. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجة تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم. الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو طبخين النهارده بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات ما دي. وايه ده الميه ده؟ يا مدحية بتعمل بالميرو يا رب أحد. اسمها عواطف يا أختي. وأنا عايز أعرف اسمها تتحرق. وده إيه ده كمان؟ بقول لك إيه بس الواد الزعابة ده من هنا. أخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ أما لو مش شريف كنت هتبقى عامل إزاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري أنت كلك على بعضك جريدة. يلا أنت أنا هنا سيدة القصر. يلا قصر حقك يا خدامة. بقول لك ايه؟ خدامة بس بشرف. بصي شرفك والنبي يديك ساعة على الدائري بين شرف ولا غيره. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادي عليك بايه وانت فيكي كل العبر. بصي بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول. اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البيت. لا ابو النبي اتخرجي يا ميزة ساعة اكلة اسأل ايه؟ دي غلبانة. ودي ست بردك خدامة يعني شيلي لي حطي لي حاضر زي الكلمة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا لوكل. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت باطك. ان شاء الله تغرق من صخاريخ ودانك. وتبقى فيك مجنونة من قلب التست. مش عارفة هتموتي مني ليه؟ مولعة ليه؟ ها؟ أنا واثقة من نفسي. واثقة من نفسي. أنا واثقة من نفسي وعارفة أنا عاملة إزاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدوا أجيب مراية ليه؟ المراية اللي وحسين يجيبوا نفسهم حلوين وأنا معفرين. يا خدامة. وأنا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا أخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بك حتة. بصي. طب انا ليه عمال افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي. والراجل بيحب كل حاجه طبيعي. يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني يا اختي وعي عن جاي من السنزليزيش بره. ما كانش جاي ده كان بيتنطط من الاتوبيس بتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش مية يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده.
كان يدخل العريس أول ما يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمرأة تروح داخلة تحت باطه. اتكلفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفاية كفاية قطط قرفتيني. أنا خلاص خلصت الطماطم أهو. خلصت إيه؟ الطماطم. طماطم؟ اسمها قوطة. قوطة. اسمها إيه؟ قوطة. قوطة. قولي ورايا قوطة. 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 أيوة كده. خلاص؟ خلاص اتفضل. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايله قوطه يا اختي. هو كلام نسوان بعد بالمطبخ وبعد هنتكلم في ايه؟ خلاص هي دي؟ بطاطا. بس كده حلوه قوي. حلوه؟ ايوه. ميرسي. بس هاتي بقى الفرخه اهي. برك كده وبرك كده. طب والصدر؟ نار الصدر بقى زي الفل اهو. يا مرد عجيان. لا أطلع أنا ما أقصدش صدرك، أنت أقصد صدر الفرخة. ما أجوى يعني بحسابك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب أنت عارفة الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبة بلدوج. كلبة البلدوج دي خلفت إيه؟ أربع كلاب كمين بلدوج وماتت. صعب عليها كلاب صغيرين بلدوجات ورحت خدتها وقعدت أرضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي. كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بتشوفها وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي ايه انت؟ يا اختي انت بتفكري هنتكلم في ايه؟ انت تفكري ان السواد في المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ يقعدوا يتكلموا على دي ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما. وتبصي تلاقي المرة من دول سرح الكلب جربان وتقولي تعملي ايه احسن مني؟ هي كده كلام السواد تعملي ايه؟ يا قطاطة انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ليمبي ده مش هياخد مني من حاجات بي اهو. بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد. الحب مش بالعافية. الله الحياة والخشة جرافية أمها. وفا تترجفي للأرجوز طب ما تترجفي ليش أنا؟ هو أنت حبيبي؟ طب هو حبيبي شغلت رنة وبندقية معمرة هو هرد له واحد اللي بالي ما تخلاش يدير اللي بمرة بدبولي أحي ساتر يا رب. يا عيني عليك يا حبيبتي امي. ما لحقتيش تفرحي بجوازك من ليه؟